السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولادي بناتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. وانا عندي في التلاجة شوية قطايف. بصراحة انا ما بحبش الجزع، بس قلت بقى يعني ايه هطلعهم واعملهم. هنعملهم بطريقة حلوة ان شاء الله. عندي نهوت بيضتين، بنضربهم بحبة فانيليا، حط عليهم قد كوباية لبن، نولع النار على عندي زيت اهو على الطاسة لحد ما يسخنوا، نرجع لكم. كده احنا ضربنا البيض مع اللبن وفانيليا، بنحط القطايف، نعمل لها كفر كده بالمي باللبن والبيض. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزلهم كده في الزيت بالراحة. انا عندي هنا هو عسل يعني شربات، يعني نطلع من الزيت نحط في العسل، ودي كريمة لباني. هنحشي القطايف كل اتنين مع بعض من النص. ودلوقتي يا حبايبي انا طلعت الكمية حطيتها في العسل، هنحط عليها دلوقتي الكريمة اللباني. بيبقى طعمها من احلى ما يكون، يا كريمة لباني يا اما قشطة بتاعت اللبن، او قشطة برضو اللي هي عند البقال دي او السوبر ماركت، بتدي طعم رهيب جدا. او بتتعمل زي القراتشيس كده وبتتقلى وتتحط في العسل، وبعد كده هوت نحط عليها كريم جانتي، بتبقى جميلة برضو. بس الطريقة دي حلوة قوي قوي، طعمها حلو جدا. كده هنطلع دول بقى في العسل. نحط اخر حبة دول في الزيت نقليهم.
طعمها حلو جدا يا جماعة، اتمنى تجربوها. الريحه بتاعت بره دي انا ما بحبهاش لانها بتفتفت بسرعه. نطلع بقى دي ونحط الاتنين على بعض، بطعمها حلو جدا ما شاء الله. وده حبايبي منظرها الجميل ده اهو، طعمها جميل جدا. بنحط لها بقى، انا عندي هنا جوز هند على ايه سوداني، اتمنى تجربوها وادعولي بقى. اذا كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا يا جماعه، متنسوناش من تفعيل الجرس واللايك والشير، بارك الله فيكم، والاشتراك اهم حاجة. ربنا يبارك فيكم يا رب، وكل سنة وانتم طيبين، ونشوفكم على خير في الفيديو القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.